عليكم. سمعنا شباب؟ سمعنا شباب؟ طب اتمنى تكون سمعين صوتي كويس. انا هفتح لكم المايك عشان لو حد يحب يسألني، احنا بنحل المسائل النهارده. طب اتمنى تكونوا شايفين السلايدز. درسنا الليكشر السابقه البرسيبترون نيورال نتورك، وعرفنا ان النيورال نتورك بيتكون من البرسيبترون نتورك بيتكون من مجموعه من الانبوتس اكس 1 والويت بتاعها دبليو 1، اكس 2 والويت بتاعها دبليو 2، و اكس حد اكس ان والويت بتاعها دبليو ان. واتفقنا ان في كل نيرون بنضيف انبوت زياده بنسميه اكس نوت، ويكون الانبوت بتاعه ب1 والويت بتاعه ب اللي هنسميه البايز، وبالتالي بنحسب الان اللي هي الويتد سم. الان اللي هي عباره عن ايه؟ ان ايكوال دبليو 1 تايم اكس 1 بلس دبليو 2 تايم اكس 2 بلس دبليو ان حد دبليو ان تايم اكس ان بلس الاكس نود القيمه بتاعته دايما ب1 يبقى ب1 تايم البي بلس البي. وبالتالي نقدر نكتب الايكويشن دي عباره عن ايه؟ دبليو دوت اكس بلس البي، بحيث الدبليو فيكتور ده اللي هو مين؟ اللي هو عباره عن فيكتور دبليو 1 W2 لحد WN، والإكس ده عبارة عن فيكتور عبارة عن X1 X2 لحد XN. اوكي، والإن ده اللي هو مين؟ ده الويتد سم. بعدين الويتد سم ده بنطبق عليه، ناخده بعد ما نحسب قيمته، بعد ما نحسب قيمته اللي هو الان، نطبق عليه activation function. نطبق عليه activation function يديني مين؟ يديني الاوتبوت بتاع النيورون. فاهمين الاستراكشر بتاع البرسيبترون نيورون يا شباب؟ فاهمين الاستراكشر بتاع البرسيبترون نيورون نتورك؟ ولا حد عنده استفسار؟ اه يا دكتور. طيب دايما البايز دايما اي نيرون بدخله بايز، اي نيرون دايما بندخله مين؟ بندخله بايز. دايما الانبوت بتاعه في كل الداتا سيتس دايما الانبوت بتاعه بكام؟ ب1، والبي بنحطها قيمه. تمام. طيب يبقى اذا ده الانبوتس بتاعت البرسيبترون، وده الويتس. خلي بالك ده انبوت كمان هنا الاكسينود، ده انبوت، ودول الويتس مع ده كمان، دول كلهم الويتس. بعد كده الويتد سم هو عبارة عن ان ايكوال دبليو كفيكتور دوت اكس كفكتور بلس البي. والاكتيفيشن فانكشن قلنا اللي هي الاف اوف ان دي بتطلع لي الاوتبوت، وقلنا احنا عندنا كام اكتيفيشن فانكشن؟ قلنا عندنا عدد من الاكتيفيشن فانكشنز. اول اكتيفيشن فانكشن بنسميها الهارد ليم او الهارد ليميت. الهارد ليميت هي لها الشكل ده، او احيانا بنحدد لها حاجه اسمها الثري شولد. نحدد لها حاجه اسمها ايه؟ الثري شولد. يعني نقدر نكتب الهارد ليميت بالشكل ده يا شباب، اف اوف ان ايكوال لو كان الويتد سم اكبر من او يساوي
ثري شولد بنسميه سيتا او نسميه تي، يبقى اذا الاوتبوت بتاع النيرون او البرسبتون 1 لو كان الثري شولد اقل من الثري شولد بتاع اللي هو سيتا، يبقى الاوتبوت بتاع النيرون او البرسبتون بزيرو. يعني ده شكل للهارد ليميت وده شكل تاني. اوكي، هنا عمل ايه؟ هنا افترض ان الثري شولد بزيرو، هنا افترض السيتا بكام؟ بزيرو. لكن هنا افترض، هيحدد بقى هو قيمة للثري شولد. ده اول نوع من الاكتيفيشن فانكشن. تاني نوع اللي هو بنسميه اللينير ترانسفير فانكشن او لينير اكتيفيشن فانكشن، انك انت قيمة الان بتطلع زي ما هنا، قيمة الان بتطلع زي ما هي. تالت نوع بنسميه اللوجيستيك ترانسفير فانكشن او اللوجيستيك اكتيفيشن فانكشن، او بنسميها السجمويد ترانسفير فانكشن اللي احنا خدناها بكده في اللوجيستيك ريجريشن، ان انا باخد الويتد سم وبعوض بيه في الفانكشن دي. النوع الرابع بنسميه ريديال بيس فانكشن، ان انا باخد الويتد سم اللي هو الان واعوض بيه في الفانكشن دي. كمان قلنا في نوع خامس من الاكتيفيشن فانكشن اسمه ريليو فانكشن، او بنسميها الريكتيفايد لينير يونت او الريليو فانكشن، وبنرمز لها دايما بالرمز ريليو. والريليو ان انا باخد الاف اوف ان وبعوض بيه في الفانكشن بتاعتي الماكس بين الزيرو والان. فهنا لو كان الويتد سم اللي هو الان، ساعات بنرمز للويتد سم بالرمز الزيد يا شباب، ها؟ فلو رمز لنا بالرمز ان بالمحور الافقي ده اللي هو الان، ورمز لنا بالرمز زد بالمحور الافقي اللي هو الزد، فلو كان الويتد سم بتاعي بنيجاتيف فتخليه الاوتبوت بكام؟ هتخليه الاوتبوت بزيرو، يبقى الاف اوف ان بزيرو. ولكن لو كان الويتد سم بتاعي بي بوزيتيف هتطلع لي الويتد سم بتاعي زي ما هو اللي هو الان هنا. اوكي، هنا فرض طبعا زي ما قلنا الويتد سم ممكن نرمز له بالرمز ان او ممكن نرمز له بالرمز مين زد. ده خامس نوع من الاكتيفيشن فانكشن. النوع السادس اللي احنا درسناه الليكشر السابقه وهو التانش اكتيفيشن فانكشن. التانش اكتيفيشن فانكشن بياخد اي شكل من الاشكال دي. اوكي، بحيث ان المحور الافقي هو ان او زد. طبعا هنا الاكس دي اللي هو يقصد بيها مين يا شباب؟ الاكس دي يقصد بيها مين؟ ها؟ يقصد بيها مين الان دي؟ برضه يقصد بيها ويتد سم. يبقى دي اشهر انواع الاكتيفيشن فانكشنز في البرسبترو نيورال نتوركس، السيجمويد او التانش او الريليو. طيب دلوقتي هنبدأ نشوف ازاي ان احنا ممكن نستخدم البرسبترو نيورال نتورك عشان نعمل كلاسيفيكيشن للاند جيت. شباب انتوا سامعيني كويس؟ سامعيني كويس يا شباب؟ تمام الصوت. حاولوا تشاركوا معايا برضو بالصوت عشان لو في حاجه مش فاهمينها انا فاتح لكم المايك، لو في حاجه مش فاهمينها قولوا لي. دلوقتي احنا هنتعلم بقى ازاي نستخدم ونطبق بايدينا البرسبترو نيورال نتورك عشان نعمل كلاسيفيكيشن للاند جيت. طيب ايه التروث تيبل بتاع الاند جيت؟ ده التروث تيبل بتاع الاند جيت، ان انا الاند جيت بيدخل لها على اقل 2 انبوتس. فلو كان الانبوت الاول اللي هو الاكس 1 بزيرو والانبوت الثاني الاكس 2 بزيرو،
احنا عارفين الاند هتطلع لي ايه؟ فاكرين يا شباب الاند جيت؟ درسنا احنا زمان الاند جيت ان هي بتاخد على الاقل 2 انبوتس، ممكن تاخد اكتر من 2 انبوتس طبعا، بس احنا هنا افترضنا انها هتاخد 2 انبوتس بس، وادي الاوتبوت بتاعي. فلو دخلنا زيرو زيرو هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك زيرو صح؟ طب لو دخلنا زيرو وان تطلع لك ايه؟ تطلع لك برضو زيرو. ولو دخلنا وان زيرو تطلع لك ايه؟ دخل لك تخرج لك زيرو. ولو كان الانبوتس وان وان يبقى الاوتبوت بكام؟ بوان. ده الاند جيت وده التروث تيبل بتاعها. يبقى اذا التروث تيبل بتاع الاند جيت هو اللي هنستخدمه كداتا ست عندنا. يبقى اذا الداتا ست بتاعت الاند جيت هو مين؟ هو التروث تيبل بتاع الاند جيت. طيب احنا هنا عندي كام انبوت يا شباب؟ عندي كام انبوت؟ عندي اتنين اللي هو الاكس 1 والاكس 2. طب اتفقنا البرسبترون بنكونها ازاي؟ البرسبترون بضيف عدد الانبوتس هم عدد الفيتشرز اللي في الداتا سيت، يبقى دي اكس 1 وادي اكس 2. واتفقنا دايما ان اي برسبترون او اي نيرون بندخل له دايما انبوت زياده اللي هو اكس نوت، وده دايما قيمته بكام؟ ده دايما قيمته ب1 بغض النظر عن الداتا سيت اللي انا بشتغل عليها، دايما قيمته ب1. طيب والويت بتاعه دايما بنسميه ايه؟ الويت بتاعه بنسميه بي. طيب يبقى اذا ده الاستراكشر بتاع الداتا سيت بتاعتي، متكونه من 2 انبوت اكس نوت واكس 1، وبنضيف لها الانبوت بتاع البايز والبي، وادي الويتد سم وادي الاكتيفيشن فانكشن. طيب احنا عارفين الويتد سم اللي هو الان بنحسبه ازاي؟ الان هنا هنحسبه ازاي؟ هو عباره عن دبليو 1 تايم اكس 1 بلس دبليو 2 تايم اكس 2 بلس اكس 1 اكس نوت اللي هو دايما ب1 تايم بي. يبقى ادي الويتد سم هنحسبه من العلاقه دي. بعدين الويتد سم ده هندخله على مين؟ هندخله على الاكتيفيشن فانكشن، يطلع لي مين؟ يطلع لي الاوتبوت بتاع البرسبتور. هنا في الاكزامبل بتاع الاند هنختار الاكتيفيشن فانكشن اللي هي الهارد ليميت اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي دي. هنختار مين؟ هنختار الهارد ليميت. تمام، ده الهارد ليميت، بس هنختار معاها فكره الثري شولد اللي هو السيت. هنختار معاها مين؟ السيت اللي هو فكره الثري شولد. فهنا هنختار اكتيفيشن فانكشن اللي هي الهارد ليميت بالشكل ده. السيتا هنحددها في الداتا سيت بتاعت الاند، هنختارها بنص. دايما الانيشال ويت والبايز بنفرضهم بقيم ابتدائيه، دايما بنفرضهم بقيم ايه؟ بقيم ابتدائيه. هنفترض ان ال W1 قيمته ب 0.20، وهنفترض ال W2 ب 0.35، وهنفترض ال B بزيرو. اوكي، يبقى كده انا حددت الاكتيفيشن فانكشن، حددت الانيشال ويتس، وحددنا الثري شولد، وحددنا الاستراكشر بتاع البرسبتور نيورال نتورك. نعمل ايه؟ نبدا ناخد اول انبوت. ادي اول انبوت اهو، اول انبوت الاكس 1 بكام؟ الاكس 1 بزيرو، والاكس 2 بكام؟ الاكس 2 بزيرو. ممتاز. يبقى هنقول first input، ادي first input،
انا عندي في الفيرست انبوت عندي الاكس 1 من الترو ستيبل بزيرو والاكس 2 بزيرو، واتفقنا دايما في البرسبترون بيكون عندنا انبوت اكس نوت قيمته دايما ب1، والويت W1 اخترناه بقيم initial randomly ب0.20، و W2 اخترناه randomly ب0.35، والبي برضو اخترناه بزيرو. طيب الاكتيفيشن فانكشن اخترنا الثريشولد ب0.5، واخترنا الاكتيفيشن فانكشن بالهارد ليميت بحيث لو الاوتبوت بيبقى ب1 لو كان الان اكبر من او يساوي السيتا اللي هي بكام، اللي هي ب0.5، وبيبقى بزيرو لو كانت الان اقل من السيتا اللي هي ب0.5. نبدأ نحسب اول حاجة مين، نبدأ نحسب الويتد سم. هنبدأ نحسب اول حاجة الويتد سم. اوكي، يبقى ال n بيساوي كام؟ ال n بيساوي W1 تايم X1 بلس W2 تايم X2 بلس X0 تايم ال B إيكوال. ال W1 بكام؟ W1 بكام؟ زيرو. يا راجل يا راجل، 20% W1 ب 0.20. اوكي، يبقى O بوينت 20 تايم اكس 1 زيرو بزيرو بلس دبليو 2 بكام؟ 0.35 تايم اكس نوت بكام؟ بزيرو بلس اكس نوت بكام؟ دايما ب1 في اي داتا ست، البي بزيرو، يبقى الان هنا بكام؟ زيرو. برافو عليك، يبقى ال n هنا بزيرو. حلو جدا. هنبدأ عايزين نحسب الاوتبوت. الاوتبوت بتاع البرسبترون بنجيبه ازاي؟ ان انا بطبق الاكتيفيشن فانكشن على الويتد سم يديني الاوتبوت، صح؟ يبقى الاوتبوت هو عبارة عن ايه؟ زيرو. اذا الاوتبوت الواي هو عبارة عن الاكتيفيشن فانكشن على ال n equal 0. طب الزيرو اكبر من نص ولا اقل من نص ولا سوى نص؟ اقل من هاف، صح كده؟ طالما اقل من هاف لان هنا اقل من هاف، يبقى الاوتبوت بكام؟ الاوتبوت بزيرو. يبقى اذا الاوتبوت بزيرو. طب تعال نشوف ده الاوتبوت اللي طلعته البروسيسور نيورال نيتورك. طب تعال نشوف الاوتبوت هنا هل بزيرو فعلا في الداتا سيت بتاعتي. هتلاقي هنا الاوتبوت فعلا بزيرو، تمام. يبقى هو كده طلع النتيجة مظبوطة. هنا هنبدأ ناخد الانبوت التاني. الانبوت التاني في الانبوت التاني الاكس 1 بكام؟ بزيرو، والاكس 2 بكام؟ بون. اوكي، يبقى اذا نطبق على الانبوت الثاني. بالسكند انبوت في السكند انبوت الاكس 1 بكام؟ زيرو، والاكس 2 بون. نحسب الويتد سم. الويتد سم عبارة عن W1 X1 بلس W2 X2 بلس البي. طبعا هنا يعني اكس نوت في البي، دايما اكس نوت بكام؟ بون. خلاص، طب W1 بكام؟ W1 زي ما هي،
0.20. اكس 1 بكام؟ بزيرو. بلس الدبليو 2 بكام؟ 0.35. طيب اكس 2 بكام؟ اكس 2 ب 1. بلس البي بكام؟ بزيرو. دي تطلع بكام؟ الان بكام يا شباب؟ ب 0.35. مظبوط كده، 0.35. ممتاز. عايزين نطلع الاوتبوت. الاوتبوت هو عبارة عن بطبق الهارد ليميت على الويتد سم. طيب الويتد سم اكبر من هاف ولا اقل من هاف؟ طبعا دي اقل من هاف. يبقى اذا الاوتبوت بكام؟ يبقى اذا هنا الاوتبوت يطلع كام؟ بزيرو، صح كده؟ يبقى اذا طالما الان اقل من هاف يبقى الاوتبوت بزيرو. يبقى اذا الواي ايكوال زيرو. تمام. طب نرجع نبص على الداتا سيت بتاعتنا. هل لو احنا دخلنا 001 الاوتبوت بتاع بزيرو؟ يبقى اذا البرسبتور هنا برضو طلعت النتيجة صح. طب تعال نحسب دخل الانبوت التالت. الانبوت التالت، في الانبوت التالت الاكس 1 1 والاكس 2 بزيرو. يبقى في الانبوت التالت سيرد انبوت الاكس 1 ب 1 والاكس 2 بزيرو. ودايما اكس نوت بكام؟ دايما اكس نوت بكام يا شباب؟ ب 1. والانيشال ويتس احنا افترضناها بايه؟ ادي القيم اللي احنا افترضناها في الانيشال ويتس اللي هي القيم دي. يبقى ادي الانيشال ويتس. يبقى W1 ب 0.20 و W2 ب 0.35 وال B ب 0. والاكتيفيشن فانكشن بتاعتنا اللي هي الهارد ليميت اللي بتطلع لك 1 اذا كانت الويتد سم اكبر من او يساوي السيتا اللي هي 5 دي سيتا، وتطلع لك 0 لو كانت ال n اقل من السيتا اللي هي 0.5. نبدأ نحسب ال weighted sum. يبقى اذا ال weighted sum n equal w1 time x1 plus w2 time x2 plus ال b equal w1 0.20 x1 b1 بلس W2 0.35 تايم X2 بزيرو بلس البي بزيرو. يبقى إذا الإن هنا بكام؟ الإن إيكوال بالظبط. يبقى أدي الإن. نحسب الواي. يبقى الواي بيساوي كام؟ الواي بيساوي اف اوف ان ايكوال 0.20. هل ال 0.20 اكبر من 5 ولا اقل من، اكبر من هاف ولا اقل من هاف؟ طبعا اقل من هاف. يبقى اذا الواي بكام؟ يبقى اذا الواي بكام؟ يبقى اذا الواي بزيرو.
بالسبت رو انت طلعت لك الوايب زيرو. طب هل الداتا ست فيها فعلا في السيرد انبوت؟ هل في السيرد انبوت الاوتبوت بزيرو؟ الاوتبوت بزيرو يبقى صح. هنبدأ دلوقتي ندخل الفورس انبوت. في الفورس انبوت ال x1 بكام؟ ال x1 equal 1، وال x2 بكام؟ ال x2 equal 1. يبقى هندخل الفورس انبوت. ادي الفورس انبوت. x1 بون x2 بون. يبقى اذا الويتد سم عبارة عن ايه؟ الويتد سم عبارة عن W1 تايم X1 بلس W2 تايم X2 بلس البي. اوكي طيب W1 بكام؟ 0.20. ال X1 بكام؟ 1 بلس W2 بكام؟ 0.35. طيب X2 بكام؟ X2 بون بلس البي. البي بكام؟ البي دايما بزيرو. يبقى الان تطلع كام يا شباب؟ بالظبط كده 0.55. نحسب الواي. الواي هي عبارة عن اف اوف الويتد سم. طب الويتد سم طلع ب 0.55، يبقى ال 0.55 اكبر من هاف ولا اقل من هاف ولا تساوي هاف؟ انا شباب اكبر من هاف طبعا. يبقى اذا الاوتبوت بكام؟ الاوتبوت ب 1. اوكي طب هل الويتس، هل الويتس هل الانبوتس الاوتبوت سوري هل الاوتبوت في الفورس باترن بون بون؟ يبقى صح. ممتاز، فهمنا ازاي نطبق البرسبترون. طب هنا عايزين نعمل حاجة زيادة يا شباب. ايه هي؟ عايزين نطلع حاجة اسمها decision boundary. طلع حاجة اسمها decision boundary. ايه هي decision boundary؟ طيب احنا عندنا الويتد سم بنحسبها ازاي يا شباب؟ الويتد سم نحسبها بالشكل ده n equal w1 x1 plus w2 x2 plus ال b. طيب يبقى اذا n بكام؟ يبقى اذا ال w1 بكام؟ كانت ب 0.20 x1، وال w2 كانت بكام؟ 0.35 x2. عشان نجيب الديسيجن باوندري والبي بزيرو، عشان نجيب الديسيجن باوندري بنساوي الويتد سم بالثريشولد اللي هو الثيتا. بنساويه بمين؟ بالثيتا. عشان نجيب مين؟ عشان نجيب الديسيجن باوندري. اوكي طيب الثيتا هنا بكام؟ ب 0.5. طب تعال نشوف ازاي نعمل الديسيجن باوندري.
انا عندي x1 واكس 2، يبقى هرسم محور لx1 وهرسم محور لx2، يبقى ادي x1 وادي x2. لو كانت 0 و0 الاوتبوت بكام؟ بزيرو. طب فين 0 0؟ ادي 0 0 هنا. طيب هنرمز للاوتبوت 0 بالرمز سكوير اخضر مقفول كده. يبقى اذا 0 0 هنا الاوتبوت بزيرو، يبقى هنرسم هنا سكوير باللون الاخضر ومقفول. طيب لو كان 0 1 0 1 يعني هنا الاوتبوت بكام؟ الاوتبوت برضو بزيرو، يبقى هنرمز له بنفس الرمز. يبقى هنا كده لو كان 1 0 1 0 يعني هنا هيطلع 0، يبقى برضه هنرمز له بنفس الرمز ده. فاهمين لحد دلوقتي ازاي رسمنا الرسم ده؟ فاهمين يا شباب؟ طيب لو كان 1 1، لو كان 1 1 هنرمز، هيطلع لي 1، هنرمز للرمز 1 بدايرة باللون الأحمر مقفولة. طب فين 1 1؟ ادي 1 1 هنا، يبقى ادي لون أحمر مقفول. طيب لحد وقت فاهمين ازاي رسمنا الداتا ست؟ لحد وقت فاهمين ازاي رسمنا الداتا ست يا شباب؟ اه اقرا تمام يا الدكتور. دكتور. تمام، عايزين نرسم الديسيجن باوندري. عشان نرسم الديسيجن باوندري قلنا هنجيب الويتد سم ونسويه بالسيتا. اوكي طيب تعال نرسم بقى الويتد سم. هنفترض هنفترض ال x1 بزيرو. لما نحط ال x1 بزيرو يطلع لنا ايه؟ يبقى ال x2 بكام يا شباب؟ طبعا ده هيساوي كام؟ يبقى ده كله بزيرو، صح؟ صح؟ هيديك ان 0.35 x2 ايكوال كام؟ ايكوال 0.5. يبقى الاكس 2 بكام؟ يبقى الاكس 2 بكام؟ يبقى الاكس 2 ب 0.5 اوفر 0.35. اه تطلع بكام دي يا شباب من حسابها؟ 1.4 1.8 1.5 ولا 1.57؟ 0.43 يا دكتور. اعتقد انك انت غلطان. لا صح بالظبط 1.428 1.5 over 1.35. ماشي اوكي.
يبقى تطلع بكام؟ يعني انا حاسس ان، خليني اتاكد من حساباتي تاني. One point five. انا الآلة حاسبة اللي هنا فيها مشكلة. حسبتوها يا شباب؟ هو 0.5 يا دكتور. يبقى الاكس 1 بزيرو، والاكس 2 طلعت بكام؟ 1.43 يا دكتور. 1.4. ماشي، طيب يبقى تعال نرسم النقطة دي. لما نرسم النقطة دي تطلع لنا، يبقى 0 1.4. طبعا هنا 1، ها اتفقنا هنا 1 وهنا 0 وهنا 1. 1.0 1.4 يعني تطلع لك هنا، صح كده؟ تعال نرسمها بلون مختلف عشان تكون واضحة بالنسبة لكم. يبقى تطلع لك تقريبا هنا، مظبوط كده؟ بعد كده هنفترض ان الاكس 2 بزيرو. لما نفترض الاكس 2 بزيرو ده معناه ايه؟ ده معناه ان ده كله بزيرو. يبقى اذا الاكس 1 بيساوي 0.5 اوفر كام؟ اوفر 0.20. ده يطلع كام؟ 2.5. يطلع بالظبط، دي مظبوطة كده 2.5. يبقى النقطة التانية كام؟ يبقى النقطة التانية بزيرو و 2.5. ممتاز، تعال نرسم 0 2.5. يعني افترضنا هنا مثلا 2 كده، يبقى 2.5 هنا تقريبا، صح كده؟ نوصل بينهم بخط، ده كده الديسيجن باوندري. ده اسمه ايه؟ الديسيجن باوندري 2.5 و0 يا دكتور، مش العكس. مظبوط مظبوط، سوري مظبوط. اكس 1، برافو عليكم، صح دي كده. اكس 1 ب 2.5 و0. اوكي يا شباب، طب هنلاحظ ايه في الديسيجن باوندري ده؟ هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ايه في الديسيجن باوندري يا شباب؟ شغال كويس. انه بيفصل لي ايه؟ بيفصل لي بيفصل الكلاس اخر نقطة. ليبل 0 عن الكلاس ليبل 1، صح كده؟ بيفصل لي الكلاس ليبل 0 اللي هو المربعات الخضراء عن كلاس ليبل 1 اللي هو الدايرة الحمراء، صح كده؟ يبقى اذا البرسبتون هنا قدرت تعمل كلاسيفيكيشن للاند جيت، صح؟ طيب ايه وظيفة البي البايز ده؟ ايه وظيفته؟ البي ده وظيفته انه بيتحكم في ش... في ب... بيعمل شيفت للديسيجن باوندري. يعني كل ما غير في قيمة البي ده يتغير لي مين؟ كأني بعمل شيفت للديسيجن باوندري. اوكي، يبقى البي دايما
البي دايما بيعمل لي شيفت لمين يا شباب؟ البي دايما بيعمل لي شيفت للديسيجن باوندري في حالة البرسبتور نيتورك. احنا دلوقتي طبقنا البرسبتورون على الاند جيت، مظبوط كده؟ طيب فادي شكل الديسيجن باوندري اللي احنا رسمناه. طب لو طبقناه على الاور جيت هيطلع لي الديسيجن باوندري بالشكل ده، فهيقدر برضو يكلاسيفاي الكلاس 0 عن الكلاس 1. طيب تعال نشوف نرسم الداتا سيت بتاعت الاكس اور. الاكس اور لو دخلنا لها 0 0 تطلع لك ايه؟ تطلع لك 0. خلينا نلمس للرمز 0 بي برضو مربع باللون اللي احنا بنرسم بيه ده، يبقى ادي 0 0 اللي هي هنا، يبقى ادي 0، يبقى ادي المربع ده كده. تمام. طيب لو دخلنا 1 0 هيطلع لك 1. خلينا نرمز رمز 1 بدايرة برضو مقفولة، دايرة مقفولة 1 1 هنا، سوري 1 0 1 0 يبقى هنا، 1 0 يبقى هنا، يبقى دي الدايرة بتاعتنا. 0 1 0 1 هتطلع لك برضو دايرة باللون الأحمر، 0 1 يبقى هنا. وان وان هطلع لك برضو 0 اللي هو المربع ده. طيب السؤال الآن، أنا عايز كم خط عشان أفصل الكلاس ليبل 0 اللي هو باللون المربع الأزرق ده عن الكلاس ليبل 1 اللي هو الدوائر الحمراء؟ عايز كم خط يا شباب؟ هتلاقي نفسك عايز خطين بالشكل ده، صح؟ هذا الخط الأول وهذا الخط الثاني، صح؟ هذا الخط الأول وأدي إيه؟ هذا الخط الأول كده أهو، وهذا الخط الثاني كده أهو، يبقى هنا عايز خطين، صح؟ طب البرسبتور نيورال نتورك اللي هي متكونه من ليه واحده بالشكل ده تقدر تعمل خط واحد فقط، تقدر تعمل كام خط؟ خط واحد فقط. يبقى اذا البرسبتور تقدر تتعلم على الاند والاور، صح؟ لكن ما تقدرش تتعلم على مين؟ ما تقدرش تتعلم على مين؟ على الاكس اور. ليه؟ لان البرسبترون بترسم ديسيجن باوندري واحد فقط وبتمثله بخط مستقيم. طالما انت عندك اكتر من طالما عندك الداتا سيت بتاعتك فيها اكتر من ديسيجن باوندري، يعني اكتر من خط مستقيم، بنسميها نون لينير سيبرابل. بنسميها ايه يا شباب؟ بنسميها نون لينيرلي سيبرابل. اللن لينير سيبرابل كان نوت بي سولفد باي برسبترون، كان نوت بي سولفد باي بيرسبتور نيورال نتورك. واضحة النقطة دي؟ واضحة النقطة دي ولا في حد مش فاهمها يا شباب؟
تمام يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. ماشي. طب لو انا عندي داتا سيت زي الاكزور دي، البرسبترون اللي مسميها سنجل اللي هي برسبترون ما تقدرش تحلها، طب احلها ازاي؟ في الحالة دي محتاجين المالتي لير. محتاجين ايه المالتي لير؟ اللي ايه هي المالتي لير؟ احنا على الاقل بنكون نيورال نتورك على الاقل من 3 ليرز او اكتر من 3 ليرز، وتعلمنا المحاضرة السابقة ازاي نعمل ديزاين لنيورال نتورك من اكتر من 3 ليرز. طبعا المالتي لير نيورال نتورك ليها اركيتكتشر بتكون مكون من انبوت لير وهيدن لير واوتبوت لير. طب هل الليرنينج الجوريزم بتاع نيورال نتورك هو هو بتاع البرسبتور نتورك؟ الليرنينج الجوريزم بتاع البرسبتور نتورك يعني ازاي؟ يعني واحد يقول لي طب لو انا عايز اعدل الدبليو والبي اعدلهم ازاي؟ بعدلهم بالجريدينت ديسنت. بعدلهم ازاي يا شباب؟ في حالة البرسبترون لو انا عايز اعدل قيم، اعمل ابديت لقيم الدبليو والبي، بستخدم مين؟ بستخدم الجريدينت ديسنت اللي احنا درسناه في اللينير ريجريشن واللوجيستيك ريجريشن، بستخدمه هو هو. لو ده في حاله البرسبتور، لكن في حاله المالتي لير نيورال نتورك بنستخدم الجوريزم تاني اسمه الباك بروباجيشن. اسمه ايه يا شباب؟ اسمه باك بروباجيشن، وده ان شاء الله هتدرسوه بالتفصيل في كورس نيورال نتورك. الباك الالجوريزم اللي بيعلم المالتي لير نيورال نتورك ده ان شاء الله هتدرسوه بالتفصيل في كورس النيورال نتورك. طيب طبعا الاكتيفيشن فانكشن بتاعت كل نيرون في المالتي لير، يعني المالتي لير دي الاكتيفيشن، طبعا هنا كل نيرون ليه اكتيفيشن فانكشن، ممكن نختار اي واحده من الستة اكتيفيشن فانكشن. النيورون نتوركس بنقسمها الى مجموعتين، المجموعه الاولى بنسميها الفيد فورورد نيورون نتورك اللي هي زي الشكل اللي احنا شفناه ده بنسميه فيد فورورد نيورون نتورك، او النوع الثاني بنسميه الريكرنت نيورال نتورك. الريكرنت نيورال نتورك ده نوع هنشوفه بعد شويه. الفيد فورورد والريكرنت بنستخدمه عشان نعمل بيه سوبرفايزد او بنعمل بيه ان سوبرفايزد. يبقى الفيد فورورد بنستخدمه للسوبرفايزد، والريكرنت بنستخدمه للسوبرفايزد، والفيد فورورد بنستخدمه في الان سوبرفايزد، والريكرنت بنستخدمه كمان في الان سوبرفايزد. طيب شكل الكونكشن للويتس في حاله الفيد فورورد نيورال نتورك، دايما الويت بتكون في اتجاه واحد فقط، بتكون في اتجاه من الانبوت لير للهيدن لير، ومن الهيد شايفين عشان كده بنحط السهم يا شباب، معناه ان الويت طالع من الانبوت لير رايح لمين؟ الهيدن لير، وبيكون من الهيدن لير الى الاوتبوت لير. عشان كده دايما الاسهم في اتجاه واحد فقط، عشان كده بنسميها فيد فورورد نيورال نتورك. طب في حاله الريكرنت نيورال نتورك، الريكرنت نيورال نتورك بيبقى عندي فيه انبوت لير واوتبوت لير، بس هتلاحظ هنا ان الاوتبوت لير بيطلع ويت من كل نيورون ويدخل على نيورون في الاوتبوت لير. اوكي تلاقي في الانبوت الاوتبوت لير ادي ويت طلع، وادي ويت يطلع من هنا لهنا، وادي هنا ويت بيطلع من هنا لهنا. يبقى اذا الاوتبوت نيورونز او النيورونز في الاوتبوت لير بتكون متصلة مع بعضها البعض من خلال ويتس. النوع الثالث بنسميه الاسوشيتيف نتورك. ايه هو الاسوشيتيف نتورك؟ الاسوشيتيف نتورك ان احنا بنخلي الاسهم في الاتجاهين،
وكل نيرون متصل بالتاني. يعني لو جينا في الفيد فيرورد، خلينا الأسهم في الاتجاهين بالشكل ده، وخلينا كل النيورونات متصلة مع بعضها البعض، يعني كده خلينا الدايركشنز في اتجاهين وكل النيورونات متصلة مع بعضها البعض، هنحصل على مين يا شباب؟ هنحصل على الاسوشيتيف نتورك. فتلاحظ هنا في الاسوشيتيف نتورك ان كل النيورونات متصلة مع بعضها البعض والاسهم رايحه جايه. طيب دي البروسيس بتاعت الديفلوبمنت نتورك، ان احنا اول حاجه بنجمع الداتا سيت بتاعتنا، البروسيس العاديه بنجمع الداتا سيت بتاعتنا ونقسمها لتريننج وتستنج، وبعد كده بنكون النيورال نتورك بتاعتنا، وبعد كده بنقسم دي نعمل عمليه التريننج وعمليه التست. النيورال نتورك ممكن نستخدمها في، ممكن نستخدمها عشان نحل مشاكل كلاسيفيكيشن، ممكن نستخدمها عشان نحل مسائل الريجريشن، ممكن نستخدمها عشان نحل مشاكل التايم سيريز، ممكن نستخدمها في الكلاسترنج، ممكن نستخدمها في الكنترول زي الروبوتس مثلا، ممكن نستخدمها في الفانكشن ابروكسيميشن اللي هي بنسميها ريجريشن ابلكيشنز. كذلك من اهم مميزات النيورال نتورك ان هي تقدر تعمل جنراليزيشن، تقدر تتعلم وبعد ما تتعلم تديها unseen data فتقدر تعمل predictions كويسة في ال unseen data. كذلك النيورونز بتتعلم بتشتغل بشكل parallel، فبالتالي ده بيديها امكانية ان هي بتحل مشاكل النويز، ولو في اي جزء باص في النيورال نتورك فبقية النيورونات بتشتغل بشكل كويس. طبعا العيوب بتاعت النيورال نتورك ان هي صعب انك تعمل لها، طبعا عمليه الديزاين بتاعتها عمليه كومبليكيتد وبتاخد وقت كبير جدا عشان تتعلم، يعني هي بتاخد وقت كبير جدا علشان تتعلم. كذلك فيها مشكله انك انت مش عارف تستخدم كام هيدن لير، يعني تحب تعمل تستخدم النيورال نتورك عشان تحل المشاكل بتاعتك على داتا سيت مش عارف كام لير، فبالتالي بتجرب انت عايز كام هيدن لير، طب عايز كام نيرون في كام في كل هيدن لير، فدي بتيجي بالتجربه. كذلك ممكن يحصل الاوفر فيتنج، فبنستخدم التكنيكس بتاعه الاوفر فيتنج زي اللوجرايزيشن عشان نحل مشاكل الكلاسيفيكيشن. الهيستوري بتاع النيورال نتورك، النيورال نتورك الصراحه الهيستوري بتاعها بدا من سنه 1943، يعني اول فكره بدات سنه 1943 لما ماكلوش وبيتس عملوا ريبريزنتيشن للبيولوجيكال نيورال سيل الى البرسبترون، وبتتطور لحد النهارده، لحد النهارده ما وصلنا الى الديب ليرنينج. في الديب ايه هو فكره الديب ليرنينج؟ فكره الديب ليرنينج ان احنا بنحط هيدن ليرز كتير جدا تمام، ونخلي الشبكه تتعلم. يعني مثلا ادي الانبوت لير وادي الاوتبوت لير، وهنا بنكتر بنحط عدد كبير جدا من الهيدن ليرز. لما يكون عدد الهيدن ليرز كتير جدا ده بنشتغل كده باستخدام التكنيكس بتاعه الديب ليرنينج. ايه هو الديب ليرنينج؟ الديب ليرنينج هو تكنيك او احد التكنيكات بتاعه المشين ليرنينج اللي بنستخدمها عشان يقدر يتعلم على الفيتشرز اللي موجوده في الداتا سيت، وده ان شاء الله تدرسوه بالتفصيل في كورس النيورال نتورك. في النهاية انا سعيد جدا جدا ان انا اديتكم الكورس ده، اتمنى ان الكورس ده كان مفيد بالنسبة لكم، اتمنى انكم انتوا تعلمتوا حاجة في الكورس ده. يعني انا عايزكم تفتحوا المايك كده وعايز منكم رأيكم، هل اتعلمتوا حاجة في الكورس ده شباب؟ طبعا يا دكتور، يعني الكورس ده كان مفيد بالنسبه لكم؟ انا بالنسبه لي كويس خالص. كان مفيد يا دكتور. طب اتعلمتوا منه حاجات كتير؟ يا دكتور طبعا. الحمد لله يا دكتور. اتمنى الماتيريال كانت مفيده بالنسبه لكم، اتمنى الماتيريال تكون واضحه. طبعا هنا في المحاضرات كان جزء ماثماتكس كتير، بس الماثماتكس دي هي اللي بتفهمك الماشين ليرنينج،
انت كمهندس لازم تبقى عارف الماثماتكس بتاعت المشين ليرنينج، عشان بعد كده ان شاء الله لما تشتغل في شركة ويكون عندك داتا ست معقدة تعرف احسن موديل يشتغل معاها ازاي. فالماثماتكس دي هي بتفهمك الالجوريزم بيشتغل ازاي، فلما تفهم حضرتك الالجوريزم بيشتغل ازاي بتعرف عيوب ومميزات كل الجوريزم، وبالتالي تعرف مع ازاي تستخدم او امتى تستخدم الالجوريزم ده مع الداتا ست دي. عشان كده انا كنت مركز على الماثماتكس بتاعت الالجوريزمز، حاولت بكل قدرة ان انا افهمك المشين ليرنينج، والمهندسين بذلوا مجهود قوي جدا انك تطبق في المعمل. انا كنت مبسوط ان انا بدرسكم الكورس ده، وانا مبسوط بيكم، وانا بحبكم كاولادي وكاخواتي الصغيرين، وان شاء الله اشوفكم احسن مهندسين في الدنيا ان شاء الله. في النهاية